زين، فقلنا أنه rapid phase معناته أنه begin with minutes وincreasing progressively for hours، وهل phase result from activation of the already existing bone cells to promote calcium and phosphate absorption. The second phase هي much slower. من نقول slower معناته requiring several days حتى to begin, even weeks. It result from proliferation of the osteoclasts followed by increased osteoclastic reabsorption. يعني نحن ال rapid phase من ال already existing bone cell يعمل له activation وياخذ منه اشكو كالسيوم يطلعه يودينه على ال blood. ال lower phase او ال second phase اللي تحتاج several days او even weeks هذه main تجي من ال proliferation of the osteoclasts. تمام؟ و increase osteoclastic reabsorption فراح يصير عندنا release of calcium from bone لأن الأوستيوكلاست هي تاكل البون تحرر لي الكالسيوم بينما الأوستيوبلاست لا هي تبنين للبون فهون راح يصير proliferation of the osteoclast. إذا نجي على تأثير الـ PTH على renal tubules هذا درسناه نحن على البون نجي على renal tubules الـ PTH increases renal tubular reabsorption of calcium. تلاحظون؟ At the same time it decreases phosphate reabsorption. يعني ال PTH تأثيره على الكالسيوم هو عكس تأثيره على الفوسفيت. يزيد ال absorption of reabsorption of calcium بينما يقلل ال reabsorption of phosphate. The increase of calcium absorption occurs mainly when the distal tubule collecting tubules ascending loop of Henle to a less extent. يعني إذا معناته ميل لي وين يحدث بالليد ستيل تيوبيول والكولكتنج تيوبيول وباللوب اوف هنلي بالاسيندنج لوب اوف هنلي راح يكون كلش اقل الري ابزوربشن. اذا نجي على الافكت اوف بي تي اتش اون انتستين اش يعمل بي تي اتش على الانتستين؟ البي تي اتش باراثايرويد هرمون increases intestinal absorption of calcium and phosphate by increasing the formation of 125 dihydroxycalciferol in the kidney. تمام؟ قبل شوي أنا حكيته قلت أنه نحن نحتاج إلى PTH إلى حتى يحول لي 25 بالكدني إلى 125. فإذا هذا 125 تحت تأثير من راح يكون تحت تأثير الـ PTH هرمون. راح يزيد لي الانتستينال absorption من الكالسيوم and phosphate. ليش؟ لأنه يزيد الفورميشن of the active form of vitamin D اللي هو 125 dihydroxycholecalciferol. إذا نجي على control مال السكريشن PTH secretion by calcium ion concentration طبعا هو اللي راح يتحكم بالcontrol مال PTH. Even slightest decrease in calcium ion concentration بالECF this will cause the parathyroid gland to increase their rate of secretion within minutes. يعني من يتحسس الباراثيرويد حيل حساسة لليفل الكالسيوم من even minute طبعا decrease بالكالسيوم ion concentration بالECF سن راح يعمل stimulation للباراثيرويد هرمون secretion. If this decrease calcium ion continues استمر هيزاد الباراثيرويد هرمون secretion بس still نحن عندنا الكالسيوم قليل ايش راح يصير هون بالحالة؟ The gland will hypertrophy تضخم the gland يزيد النمبر مال السيلز chief cells اللي عتفرز باراثورمون تقريبا 5 folds normal. ليش؟ حتى تلحق تنتج لي باراثيرويد هرمون حتى يزيد الكالسيوم ايون concentration او الكالسيوم ايون absorption sorry absorption من الانتستين. طبعا باي حالات راح يزيد السايز مال باراثايرويد جلاند ويصير هايبرتروفي. قلتوا هسه قبل شوية قلتوا بحالات اللي سيفير ديكريز بالبلازما كالسيوم وهذا ايمتى يحدث؟ بالريكتس بالاطفال بالكساح كالسيوم قليل عندهم بالبريجننسي بالحمل يقلل عنده الليفل بريجننت كمان ليفل مال كالسيوم يقل الطفل هياخذ منه باللاكتيشن بالرضاعة لما عتغضى الطفل هم هياخذ كالسيوم من عند امه بالميلك
فهم يصير عنده decrease level of calcium. فهل ثلاث حالات نلاحظ أنه راح يصير بالparathyroid gland hypertrophy ويزيد السايز مال الparathyroid gland ويزيد secretion of parathyroid hormone. Conversely بالعكس الconditions اللي هي زايد الكالسيوم ion concentration above normal راح تقلل الactivity وتقلل السايز مال الparathyroid gland. أشني هي هاي conditions؟ من يصير excess calcium بالدايت، يعني واحد رايح جاي والله يخاف لا يصير عنده هايبوكالسيميا، يروح يجي وياخذ كالسيوم سبلمنت ويشرب حليب مثل الماي وكفخ كالسيوم النهار كله، يخاف لا يصير عنده هايبوكالسيميا، فراح يزيد هذا الليفل ماله كلش عالي، فبالعكس راح يجيب نتائج عكسي. ايش راح يعمل؟ يقلل السكريشن مال بي تي اتش ويقلل السايز مال الباراثايرويد جلاند. Also excess vitamin D in the diet. يعني أكو ناس هاكد تخاف لا يصير عنده vitamin D deficiency، يأخذون همينا supplement ويأخذون vitamin D بالدايت، هذول اللي راح يقلل الactivity والsize مال parathyroid gland. Bone absorption اللي هو caused by disuse of bones، مثلا واحد كان يعني بيدردن نايم بالمنام فترة طويلة، عنده مشكلة مرضية تخلينه يظل بالمنام فترة طويلة، ما يستخدم عظامه، ما يمشي، ما يتحرك، هوني معناته أنه راح يصير عنده decrease بالparathyroid activity. إذا نجي على الكالسيتونين، الكالسيتونين هو بيبتايد هرمون، أنا خليتهم طبعا مع محاضرات الparathyroid هو هرمون ينفرز من الثايرويد جلاند، ليس عندكم التباس، بس أنا خليتونه هوني لعلاقته مع الكالسيوم كونسنتريشن. فهو بيبتايد هرمون سكريتد باي ذا ثايرويد جلاند. الديكريزز شغله، أش يعمل؟ ديكريزز بلازما كالسيوم كونسنتريشن. والإفكت ماله هو أوبوزيت تو ذا بي تي اتش. السينثيسز والسكريشن مال كالسيتونين أوكير وين؟ بالبارافوليكولار سيلز أو السي سيلز. مال الثايرويد جلاند، واللي هي وين موجوده؟ بالانترستيشيال فلويد بتوين ذا فوليكلز مال الثايرويد، هوني راح يصنع وسكريتد الكالسيتونين. البرايمري ستيمولاس للكالسيتونين سكريشن هو منو؟ انكريز كالسيوم ايون كونسنتريشن، بالضبط عكس ما يحدث مع البي تي اتش. من يزيد الليفل مال كالسيوم كونسنتريشن بالبلاد راح تقوم الثايرويد جلاند تفرز دي كالسيتونين حتى يقلل الكالسيوم كونسنتريشن. هذا الريدكشن اوف كالسيوم كوست باي كالسيتونين خلال اورس ايش راح يعمل؟ قلل مستوى الكالسيوم، ما راح يسوي لنا؟ يرجع ينفرز مقابله البي تي اتش، سو ستيميليشن بي تي اتش سكريشن وهكذا. هذا this will override the secretion of the action of calcitonin. هذا diseases مال parathyroid gland ما كلش مهمه، أكم هايبر باراثايرويدزم والهايبو باراثايرويدزم، هذا إذا صار ديفيشنسي بالسكريشن راح يصير تيتاني وإريتابيليتي. ليش؟ لأنه هايبوكالسيميا وقلنا تعمل استيميليشن للسي إن إس، تعمل تيتاني إريتابيليتي مس سي إن إس تويتشينج، وممكن يصير ديث بسبب الريسبيراتوري مسل تكون تيتانايزد وتؤدي إلى الديث. الهايبر باراثايرويدزم معناته أوفر أكتيفيتي مال الباراثايرويد جلاند وتعمل increase بالكالسيوم ion concentration فتؤدي إلى stones بالكيدني، stones بالجي اي بالجول بلادر، جي اي تي disturbances، العظام راح تكون weak. ليش؟ يعني الكالسيوم كله راح يطلع من العظام، وين يروح؟ يروح على بلاد، فممكن تتعرض هاي العظام إلى الفراكتشر والكسر. زين؟ لأنه الكالسيوم is drawn from the bone. Thank you very much.